وكمان لسه فقرتنا الرياضية مستمرة مع حضراتكم. النهاردة يوم كروي بامتياز، كل جمهور الكورة هيتابعوا النهاردة المباريات الحاسمة في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي. كل التفاصيل دي هنعرفها مع حضراتكم في التقرير اللي جاي. النهاردة هتكون ليلة الحسم في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي، مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في البريمير ليج وميلان والأنتر في الكاليتشو. الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وصل للجولة الأخيرة من المسابقة بعد ما أصبح الفرق بينهم نقطة واحدة، وبيتصدر من خلالها السيتي جدول الترتيب برصيد 90 نقطة بعد ما تعادل مع ويست هام في الجولة الأخيرة بنتيجة 2-2. من ناحية تانية بيواصل نادي ليفربول ملاحقة السيتي وبيرفض رفع الراية البيضاء بعد فوزه على ساوثهامبتون. مين يا ترى اللي هيحسم اللقب؟ مانشستر سيتي اللي مباراته النهاردة هتكون مع أستون فيلا على أرضه وفي وسط جمهوره، واللي لو حسمها هيحسم معاها اللقب للمرة التانية على التوالي؟ ولا هيكون الدوري من نصيب ليفربول اللي هيواجه برضه وولفرهامبتون على ملعب الأنفيلد؟ أسهل طريقة للفوز لمانشستر سيتي علشان يتم تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي هو تحقيق الفوز على أستون فيلا بغض النظر عن نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون اللي هتتلعب في نفس الميعاد. مانشستر سيتي حتى لو خرج متعادل من مباراة أستون فيلا فهيحقق اللقب بشرط إن الليفري يتعادل مع وولفرهامبتون، وبكده هيكون رصيد السيتي 91 نقطة مقابل 90 نقطة للريدز. كمان في حالة واحدة بس المانشستر سيتي يقدر يحقق من خلالها اللقب في حال هزيمته من أستون فيلا، وهو خسارة ليفربول من وولفرهامبتون. أما في حالة هزيمة مانشستر سيتي وتعادل ليفربول، فإن كتيبة بيب غوارديولا هتحقق لقب البطولة رغم تعادلهم في النقط، وده لو استمر فرق الأهداف لصالحهم. أما بقى ليفربول فموقفه صعب شوية، لأنه محتاج يفوز النهاردة وفي نفس الوقت لازم مانشستر سيتي تخسر أو تتعادل مع أستون فيلا، ودي معادلة صعبة، لكن كلوب مصمم ولسه عنده أمل كبير. من ناحية تانية لسه برضه لقب الدوري الإيطالي حائر وعلى صفيح ساخن ما بين ميلان وإنتر ميلان. ميلان في الصدارة برصيد 83 نقطة، وإنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 81 نقطة، والنهاردة برضه ليلة الحسم بينهم. مين اللي هيتم تتويجه بلقب الكاليتشو في موسم 2021-2022؟ النهاردة إنتر ميلان هيواجه سامبادوريا وهيلعب ميلان مع ساسولو. ميلان لو فاز هيحسم اللقب حتى في حالة إن الإنتر فاز برضه، وحتى لو فازوا هما الاثنين اللقب برضه هيروح لميلان لأنه متقدم في عدد النقط. لكن في حال فوز الإنتر وخسارة ميلان هيتم حسب اللقب لصالح النيراتزوري، لأنه بكده هيتصدر جدول الترتيب بفرق نقطة واحدة. لكن لو فاز ميلان وخسر الإنتر، ميلان هيستحوذ على اللقب لأنه بكده هيتصدر جدول الترتيب برصيد 86 نقطة.